أن احتفالنا بعيد الجمهورية يمثل أفضل فرصة نتولى فيها على بركة الله أعطاء إشارة الانطلاق لبرلمان الشباب في دورته الافتتاحية التي تنعقد بصفة استثنائية بمقتضى الفصل 12 من القانون المتعلق لهذا البرلمان. وإذ نسجل بارتياح ما تميزت به عملية انتخاب أعضاء برلمان الشباب من أجواء ديمقراطية مكنت الشباب من مختلف الأحزاب البرلمانية من اختيار ممثليهم في برلمان الشباب في كنف الحرية والمسؤولية، فإني أتوجه بالتهنئة الحارة إلى سائر أعضاء برلمان الشباب بعد فوزهم بثقة ناخبيهم، راجيا لهم كل النجاح والتوفيق في مهامهم الجديدة.